السلام عليكم، ازيكم؟ في الفيديو ده هنتعرف على سبب ايقاف مباراة بايرن ميونخ وبروسيا مونست المفاجئ، كل التفاصيل في الفيديو ده، بس تابع معايا للنهاية. ولكن في البداية انا بدعوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جاي مهم جدا جدا. ونرجع لموضوعنا مره تانية. اوقف حكم مباراه بايرن ميونخ وبروسيا مونستر المباراه في الدقيقه 30 من عمر الشوط الاول، وده كان بسبب القاء الجماهير كرات التنس على ارضيه الملعب اعتراضا على توقيت اقامه المباراه في ايام العمل في المواجهه المقامه حاليا ضمن منافسات الجوله الاولى من بطوله كاس المانيا 2023-2024. متخيلين يا جماعه الجماهير معترضه على توقيت المباراه؟ يعني هم كانوا عاوزين مباراه مهمه زي دي بالنسبه لهم تكون في ميعاد خارج توقيت العمل، ناس محبة للكرة. وبيبحث بايرن ميونخ بقيادة مدربه توماس توخيل عن تحقيق انطلاقة قوية في النسخة الحالية من كأس ألمانيا من أجل التأهل للدور الثاني في مشواره نحو البحث عن التتويج باللقب. زي ما كلنا عارفين إنه ودع الفريق البافاري منافسات كأس ألمانيا في الموسم اللي فات 2022 من الدور الربع النهائي بعد ما خسر أمام فرايبورغ بهدفين مقابل هدف، وبيخوض بايرن ميونخ المباراة دي بمعنويات مرتفعة بعد ما حقق فوز كبير على نظيره 7-0 خلال المباراة اللي جمعتهم يوم السبت على ملعب أليانز أرينا في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الألماني 2023. وبتربع البايرن على صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة. أتمنى أن الفيديو يكون عجب حضراتكم، وفي النهاية لو عجبك الفيديو ادعمنا باللايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة أنا بدعوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جاي مهم جدا جدا، وشكرا للجميع.